أرحب في هذه اللحظات بزميلي العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. كريم مساء الفل. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. آخر الأخبار عندك، والنهاردة بداية أسبوع جديد وتدريبات استعدادا لبطولة مهمة جدا يوم الجمعة المقبل. يعني نقدر نقول بقى الاستعدادات النهائية هتبدأ من تدريب اليوم، مباراة صعبة وبطولة بالتأكيد مهمة جدا لكل جمهور النادي الأهلي. يمكن الكل عارف طبعا، يمكن النادي الأهلي هو أكثر الأندية تتويجا ببطولة السوبر، لكن محتاجين هذه البطولة. انطلاقة موسم ببطولة بتكون مهمة جدا وبتفرق مع اللعيبة، لأن احنا محمد أنت عارف عندنا موسم مليء بالمباريات مليء بالبطولات، عدد من المباريات صعب جدا، وأعتقد يعني على مرور بقى الشهور القادمة ممكن يكون واحد من أصعب المواسم اللي هتقابل النادي الاهلي الحقيقه في خلال السنوات الماضيه. تلاحم كبير جدا بين البطولات وبين المباريات، لكن ان شاء الله باذن الله قادر النادي الاهلي كعادته يكون على كل منصات التتويج في كل البطولات بمشيئه الله. النهارده كالعاده هيكون تدريب على ملعب مختار التتش، خلاص يمكن الملعب تم تجهيزه الحقيقه في مجهود كبير جدا بذل الحقيقه من الاداره التنفيذيه لتجهيز الملعب لاستقبال لاعبي النادي الاهلي من جديد من خلال التدريبات. ويمكن انت كلمت محمد طبعا على البرنامج، ابدا معاك بالبرنامج مستر كولر. الحقيقه حتى يوم الثلاثاء وهو موعد سفر فريق للنادي الاهلي يكون التدريبات مستمرة طبعا 7 مساء النهارده، يمكن درجة الحرارة شديدة شوية، الشمس صعبة شوية الحقيقة في ملعب مختار التتش، فالراجل أخر التدريب شوية. ويمكن كمان كعادته بيكون في محاضرة، المحاضرة بتكون 30 دقيقة ويمكن كمان بتزيد عن كده، لكن بتكون محاضرة مهمة جدا الراجل بيحط فيها طبعا الخطة بشكل كبير، بيتكلم على أهمية المرحلة. فالنهارده أكيد تدريب مهم جدا، ويمكن كمان الأهم هو نجاح المعسكر الحقيقة، معسكر أكثر من رائع، يعني الاستفادة فيها محمد كانت كبيرة جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى أيضا كمان التكتيك، المباراة الودية ظهور عدد من اللاعبين كان اكثر من رائع الحقيقه هذا المعسكر. ويمكن كمان يعني يمكن بنتكلم على نجاح المعسكر، ويمكن كمان زمايلنا طبعا فاروق صلاح ومحمد عويد الحقيقه يمكن قاموا بدور كبير جدا عشان ينقلوا لكل جمهور النادي الاهلي الكواليس المهمه جدا في هذه المعسكرات، بتدي انطباع بشكل كبير جدا من لقاءات ومن كواليس ومن تحركات ومن كلها امور طبعا بتكون يعني بتكون مهمه جدا لكل جمهور النادي الاهلي. فاكيد الحقيقه بنوجه لهم كل الشكر والتقدير، وايضا كمان لاعبتنا بقى منتظرين منهم الجديه والحماس النهارده في التدريب مرورا بمباراه طبعا ان شاء الله وحتى موعد السفر. محتاجين ايضا كمان نطمن على متولي، نطمن ايضا كمان على عمرو السوليه، كل الامور دي ان شاء الله من خلال التدريب. قطعوا شوط كبير جدا من خلال التاهيل، يمكن كمان يعني الشيء المزعج شويه هو حمزه علاء كمان اللي ضم لقائمه المصابين. الحمد لله ما عندناش عدد كبير محمد من المصابين، لكن حمزه يمكن عنده اجهاد شويه في العضله الخلفيه، تم وضع برنامج ليه تاهيل ان شاء الله باذن الله يكون مع فريق النادي الاهلي خلال الايام القادمه باذن الله. محمد النهارده يمكن زي ما بنقول مستر كولر يكون التدريب مهم جدا ليه، يا رب ان شاء الله باذن الله يكون موفق في اختياره في اختيار القائمه اللي هتكون متواجده بمشيئه الله في السعوديه. مباراه صعبه جدا جدا، فريق مميز عنده سرعات، عنده مدير فني مميز جدا، عنده اكيد الطموح وعنده الامل، لكن ان شاء الله باذن الله طموحنا واملنا يكون كبير جدا ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله محمد تكون فرحه كبيره جدا بمشيئه الله يوم السوبر، ويكون ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هو بطل السوبر باذن الله. طيب يعني كده حمزه علاء كمان انضم لقائمه المصابين، وفي كان عندك السوليه، متولي، ياسر ابراهيم. هل في معلومات ممكن حد فيهم يلحق لقاء السوبر مع الوضع في الاعتبار يا كريم؟ قائمه السوبر هتبقى 18 لاعب فقط عكس قوائم الاهلي في المشاركات القاريه او الدوليه في البطولات الاخرى، 11 اساسي و7 على دكه البدلاء، ومتاح كمان من هنا لغايه يوم الاربعاء اللي جاي لو في لا قدر الله لعيب من اللعيبه اللي احنا قلنا اسمائهم في القايمه حب الجهاز الفني يستبدلهم، او صفقه جديده قد تنضم عايز يضيفها، ده وارد. لكن عايز اطمن على الاسماء اللي احنا ذكرناها، هل ياسر ممكن يلحق؟ متولي، الامر ماشي ازاي يا كريم؟ يعني طبعا هي نقطة مهمة جدا يا محمد، وهو العدد يعني زي ما نقول في تحجيم شوية بهذا العدد، عشان كده لابد يكون اللي متواجد جاهز بنسبة 150% وليس 100%. عشان كده يمكن زي ما بنقول النهارده يكون في جلسة مع الجهاز الطبي للاطمئنان تحديدا على الثنائي متولي والسولية، لكن الحقيقة يمكن ياسر ابراهيم هو اللي بنسبة كبيرة جدا يكون متواجد، لأن يمكن احنا عارفين ياسر كان عنده يعني جرح بسيط جدا ويمكن أدى عليه بعض التدريبات، لكن ياسر إن شاء الله بإذن الله هو اللي ممكن يكون جاهز بنسبة كبيرة جدا. ومش عايزين طبعا نستبعد الأمور، لأن احنا محتاجين نشوف في التدريب، الامر بيكون مهم جدا يا محمد اما بتشوف العيب في التدريب، سبرنتات عامله ازاي، الترنات عامله ازاي، هل هيتدرب فردي، هل هياخد جزء من الكوره، فمهم جدا ان احنا نتابع التدريب. لكن البدايه هتكون مع ياسر ابراهيم ان شاء الله، وممكن كمان يا محمد يكونوا متواجدين، يعني السوليه ومتولي ممكن يكونوا متواجدين على دكه البدلاء يلحقوا بالمباراه، لكن نقطه مهمه جدا ان احنا نطمن عليهم في التدريبات سواء النهارده او بكره او بعده، مهم جدا ان انت تشوف اللعيب على ارض الواقع، لان يمكن انت عارف طبعا يا محمد قبل المباراه بتكون تدريبات خلاص بقى كلها تكتيك وكلها امور خاصه، فما بيبقاش فيها
فيها اي انواع من انواع الالتحامات، فعشان كده الاطمئنان لابد يكون في تدريب اليوم النهارده، يا رب ان شاء الله نطمن عليهم في تدريب اليوم. كمان حاجه تانية اضافيه، النهارده اعتقد انضمام اللاعبين الدوليين الاربعه شناوي ومنعم وهاني ومروان عطيه، بالاضافه الى ثلاثي المنتخب الاولمبي اللي كانوا مع روجير ميكالي، فاعتقد اللاعبين الدوليين كلهم حاليا اصبحوا مع الفريق، يبداوا التدريبات من النهارده لحين بقى ما نعرف ميعاد وصول اليو ديانج وبيرسي تاو وعلي معلول باذن الله خلال الساعات القادمه ان شاء الله بعد نهايه الاجنده الدوليه اكيد يوم الثلاثاء. يعني طبعا طبعا يا محمد، طبعا في البدايه بنقول ربنا يكون في لعيبه النادي الاهلي، الحقيقه في عون لعيبه النادي الاهلي، ان البدايه كده، البدايه من المعسكر الى المنتخب ثم بعد كده الى السوبر وعوده من جديد للبطوله الافريقيه، البدايه باينه جدا ان فيها تلاحم وفيها مجهود كبير جدا، لكن ان شاء الله كل لاعبتنا اللي يمكن شاركت في مباراه الامس هتكون النهارده ان شاء الله باذن الله متواجده في تدريب فريق النادي الاهلي، مش هتشارك طبعا في الجرعه التدريبيه الكامله، لكن ان شاء الله يكونوا متواجدين يعملوا الريكفري ويكونوا بمشيئه الله جاهزين لتدريب الغد. دي كانت نقطه مهمه جدا ان احنا نطمن كمان على الاصابات، هل حد اشتكى من حاجه، هل حد حس باي حاجه، ده كان نقطه مهمه جدا، لكن الحمد لله الرباعي يعني بنسبه 100% ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين مع فريق النادي الاهلي في مباراه السوبر، مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه الموسم ببطوله تكون فرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي باذن الله. في اي حاجه تحب تختم بيها كلامك يا كريم، لو عندك اي معلومه اضافيه؟ لا اكيد طبعا محمد، بنتمنى التوفيق للاعبتنا والجهاز الفني، البدايه تكون مهمه جدا، الانطلاقه تكون موفقه، انت عارف يا محمد البدايه بتدي رساله للجميع لان احنا عندنا عدد كبير من البطولات، فيا رب ان شاء الله الرساله تكون واصله للجميع ان النادي الاهلي عنده هدف وحيد هو الحصول على لقب بطوله السوبر ليكون اللقب التاسع في دوري بطولات النادي الاهلي باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كم المعلومات والايضاحات قبل انطلاق تدريب الفريق في الساعه 7 مساء على ملعب مختار التتش، وده اول تدريب للفريق عقب العوده من النمسا بعد